الجزائر وإيطاليا 5 اتفاقيات شراكة في مجالات مختلفة، يتقدمها الإعلان عن مشروع أنبوب جديد للغاز يربط البلدين مباشرة. وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجا للزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر. زيارة دامت يومين وتمخض عنها توقيع 5 اتفاقيات شراكة مع تطابق في المواقف تجاه القضايا الدولية. الزيارة يتقدم نتائجها الإعلان عن مشروع أنبوب غاز جديد يربط الجزائر بإيطاليا مباشرة. هي محطة جديدة ضمن مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تجعل إيطاليا الشريكة الأوروبية الدائمة والمميزة للجزائر. أنبوب سيضم أولا الغاز، ثانيا هيدروجين، الأمونياك، وحتى الكهرباء. إذن مشروع هام جدا يجعل من إيطاليا يعني موزع لهذه الطاقات عبر أوروبا، لإيطاليا بحد ذاتها ثم مع أوروبا. تتزامن الزيارة مع الذكرى 20 لإبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار. تريد روما أن تكون الشريك المدلل للجزائر، لا سيما في إمدادات الطاقة، مستفيدة من الفتور الذي تشهده العلاقات بين الجزائر ومدريد. سياسيا تم التأكيد على التطابق الكامل للرؤى بشأن العديد من الملفات، أبرزها الأزمة الليبية وسبل حلها. حوارنا الطويل كان مناسبة للحديث عن الملفات الدولية، بدءا بقضايا شمال إفريقيا كالاستقرار في ليبيا والوضع الحساس في مالي ومنطقة الساحل بأسرها، حيث إن هناك زعزعة استقرار متنامية. زيارة اقتصادية بامتياز يغذيها سياق دولي تطبعه الهزات التي يشهدها قطاع الطاقة في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا. هي أول زيارة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر بعد تقلدها رئاسة الحكومة. تأتي في ظل سعي روما والجزائر إلى تعزيز الشراكة بينهما ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة. جهيد رمضاني، العربي، الجزائر. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الدكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. دكتور، أهلا بك. بالمجمل، كيف تعلق على أهمية هذه الزيارة بالنسبة للجزائر ونتائجها كذلك؟ تحية طيبة لك. أعتقد بأن زيارة جورجيا ميلوني اليوم إلى الجزائر هو تأكيد وتعزيز للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الجزائر وإيطاليا، وحاولت ميلوني اليوم التأكيد على مجمل الاتفاقيات التي تم عقدها في الفترة الماضية خلال زيارة رئيس الوزراء دراغي إلى الجزائر، وكذلك العمل على أن يعزز التعاون الطاقوي بمشاريع جديدة. وأعتقد أن أهم نقطة تم النقاش حولها وتم الاتفاق حولها هو ضرورة إعادة بعث مشروع خط أنابيب جديد بين الجزائر وإيطاليا، والذي تم تأجيله عدة مرات، وهو خط غاليسي الذي يمر عبر جزيرة سردينيا، بالإضافة كذلك إلى مد إيطاليا بخط آخر مرتبط بالكهرباء. وبالتالي فهذه الاتفاقيات المهمة في المجال الطاقوي من شأنها أن تعزز من الأمن الطاقوي بالنسبة لإيطاليا، وكذلك العمل سويا من أجل أن تكون إيطاليا هي مركز طاقوي وتورد من خلالها إلى أوروبا في مجملها. بالإضافة إلى ذلك، فاعتقادي أن الزيارة لم تكن تتعلق بالشق الاقتصادي فحسب، بل كذلك فيها مضامين سياسية، وخاصة ما تعلق بمشروع رئيس الوزراء فيما يتعلق بخطة ماتاي التي تحاول من خلالها أن تدعم إفريقيا من أجل وقف الهجرة. وهذه الرؤية في تقديري تتوافق مع رؤية الجزائر التي طالما نادت بها من أجل الحد من الهجرة الغير شرعية. وهناك أيضا بالنسبة للقضايا السياسية تم الحديث عن تطابق المواقف بشأن العديد من القضايا السياسية، لا سيما في ليبيا، في شمال إفريقيا، في منطقة الساحل. ما هي أوجه هذا التطابق؟
وجهوا التطابق فيما يتعلق بمجمل القضايا سواء في شمال إفريقيا أو في منطقة الساحل. بداية بشمال إفريقيا، هناك توافق بين الجزائر وبين إيطاليا بضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات في ليبيا والعمل سويا من أجل الحفاظ على السلم القائم الآن في ليبيا ومحاولة مساعدة الليبيين في تجاوز حالة الأزمة التي يعيشونها الآن. بالإضافة إلى ذلك، إيطاليا في تقديري تطرح نفسها بديلا لفرنسا في منطقة الساحل وتعمل من أجل أن تكون شريكا للجزائر للحفاظ على الأمن في هذه المنطقة من خلال تعزيز التنمية وكذلك إشراك الأفارقة من أجل في مشاريع من شأنها الحد من الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الإطار أعتقد بأن ميلوني بعثت رسالة قوية لغريمها فرانسوا، غريمها الرئيس الفرنسي، من أجل أن كل البدائل التي انتهجتها فرنسا في منطقة الساحل باءت بالفشل، وجاء الدور لإيطاليا من أجل أن تلعب دورها في بأطر وأفق آخر غير الممارسات التي كانت تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل، والتي لم تأتي إلا بزيادة الوضع أكثر السوداوية عن ما كان عليه قبل التدخل الفرنسي في المنطقة. دكتور توفيق بقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك.